بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إليكم مرة أخرى مع امتحان شهادة نهاية مرحلة تعليم ابتدائي لسنة 2019 دورة اختبار في مادة الرياضيات. لدينا جزئان، الجزء الأول عبارة عن 6 نقاط، عبارة عن 4 تمارين. الجزء الثاني الوضعية الإدماجية 4 نقاط. لدينا التمرين الأول عبارة عن عمليات حسابية. لدينا العملية الحسابية الأولى. لدينا كسر ينتج لنا عدد، هذا العدد هو 2345.1. ما هو ناتج الكسر الذي ينتج هذا العدد 2345.1؟ لدينا 2345.1/10 ينتج لنا هذا العدد. العملية الحسابية الثانية، لدينا 2 ساعة و45 دقيقة، كم تنتج لنا من دقيقة؟ لدينا الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة، أي ساعة، وهنا عندنا ساعتان، الساعة الأخرى 60 دقيقة، وعندنا 45 دقيقة، أي كم ينتج 2 ساعة و45 دقيقة من دقيقة؟ نقوم بعملية حسابية من نوع جمع، 60 زائد 60 زائد 45، 5 6 زائد 6 12 زائد 4 16. لدينا 165 دقيقة، إذن 2 ساعة و45 دقيقة تنتج لنا 165 دقيقة. لدينا العملية الحسابية الثالثة، ما هو العدد الذي عندما نضربه في 13.5 ينتج لنا 135؟ العملية الحسابية الثالثة، 13.5 في العدد هو 10، 13.5 في 10 ينتج لنا 135. يمكن لنا الاعتماد على الحاسبة في العملية الحسابية الضرب منه التي تكون بسيطة جدا. التمرين الثاني، أرادت الجمعية الدينية لمسجد حيكم اقتناء سجاد لقاعة الصلاة، مساحتها 442 متر مربع، وطوله 26 متر، أي لم يعطينا عرض. ساعدها على اختيار السجاد المناسب من بين اختيارات مبينة في الجدول. لدينا جدول فيه 3 سجادات، أي 3 احتمالات. لدينا الطول معلوم، العرض لم يعطيه هنا، أي هو مجهول. لدينا السجادة الأولى طولها 26 متر، عرضها 15.5 متر. السجاد الثاني طوله 26 متر، عرضه 19 متر. السجاد الثالث 26 متر، عرضه 17 متر. أي ما هي العملية المناسبة التي تعطينا مساحة المسجد، وهو طول الأرض عبارة عن مستطيل. نقوم بضرب الطول في الأرض، العملية الحسابية. نقوم بحساب كل عملية، كل السجادات مساحتها على حدة. السجادة الأول، لدينا طوله 16 متر في 15.5 متر، يساوي 403 متر مربع. السجاد الثاني، لدينا 26 متر، وعرضه 19 متر في 19 متر، ويساوي 494 متر مربع.
السجاد الثالث، لدينا طوله 26 متر وعرضه 17 متر، أي مساحته تساوي 442 متر مربع. إذا هو المطلوب، السجاد الثالث مساحته 442 متر مربع وهو المطلوب. إذا السجاد المناسب من بين الاختيارات المبينة في الجدول هو السجاد الثالث، الذي يمكن الذي يمكن وضعه في المسجد. إذا النتيجة، الإجابة النموذجية تكون كالتالي: السجاد الثالث هو المناسب من بين الاختيارات المبينة في الجدول أعلاه. التمرين الثالث، لدينا خزان فيه 1500 متر لتر من الماء، أفرغ منه في المرة الأولى 850.5 لترا وفي المرة الثانية 420 لترا. السؤال الأول، أحسب كمية الماء المفرغة. السؤال الثاني، ما هي كمية الماء المتبقية في الخزان؟ الإجابة النموذجية تكون كالتالي: التمرين نقوم بكتابة المعطيات، لدينا خزان فيه 1500 لتر، المرة الأولى أفرغنا 850.5 لترا، المرة الثانية أفرغنا 420 لترا من الماء. السؤال الأول يقول، أحسب كمية الماء المفرغة. أي نقوم بعملية التي تكون كالتالي: 850.5 + 420، أي كمية الماء المفرغة في المرة الأولى زائد كمية الماء المفرغة في المرة الثانية، وتعطينا كمية الماء المفرغة. ومنه العملية الحسابية تكون كالتالي: 850.5 + 420 لتر وتساوي 1270.5، أي النتيجة، الإجابة النموذجية تكون كالتالي: كمية الماء المفرغة هي 1270.5 لترا. السؤال الثاني، ما هي كمية الماء المتبقية في الخزان؟ أي لدينا الخزان في 1500 لترا، أفرغنا فيه 850.5 + 420، أي أفرغنا 2270.5. كمية الماء المتبقية نقوم بالعملية الحسابية التالية: 1500 لترا ناقص 1270.5، تكون النتيجة كالتالي: 229.5 لترا. الإجابة النموذجية تكون كالتالي: كمية الماء المتبقية في الخزان هي 229.5 لترا. لدينا التمرين الرابع، عبارة عن هندسة.
ارسم قطعة على المستقيم أبي طولها 6 سنتيم، ثم علم النقطة أو في منتصفها. عين ارسم مستقيما عموديا على القطعة المستقيمة أبي ويشمل النقطة أو أي تكون في المنتصف. عين على المستقيم النقطة سي بحيث تبعد النقطة عن النقطة أو ب4 سنتيمتر. أربط بين النقطتين A و C، ثم بين النقطتين C و B، ثم بين ما هو نوع المظلة ABC. لدينا التمرين الرابع. لدينا قطعة مستقيمة AB طولها 6 سنتيم. نقوم بقياسها بالمصداق A B، ثم علم النقطة O في منتصفها، أي النقطة O تكون هنا. ثم ارسم مستقيما عموديا على قطعة المستقيم AB ويشمل النقطة O، أي المستقيم يكون كالتالي. ها هو المستقيم العمودي على قطعة المستقيم AB، هنا الزاوية قائمة. ثم عين على المستقيم النقطة C بحيث تبعد عن النقطة O، أي نعين النقطة C التي تبعد عن النقطة O ب4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر أي تكون هنا C 4 سنتيمتر. أربط بين النقطتين A و C، ها قد ربطنا بين النقطتين A و C، ثم بين النقطتين B و C، ها نربط مرة ثانية ما بين المستقيم و C، ثم أي هذا الضلع يساوي هذا الضلع. ما هو نوع المظلة ABC؟ المظلة ABC لدينا قطعة مستقيمة AB طولها 6 سنتيمتر. النقطة O تكون في منتصف القطعة AB، أي القطعة المستقيمة OB تكون متساوية مع النقطة المستقيمة OA، أي 3 سنتيمتر. OB OA 3 سنتيمتر. ومنه القطعة المستقيمة CB تساوي القطعة المستقيمة AC، ومنه المظلة ABC هو مثلث متساوي الساقين CB و AC. تكون الإجابة النموذجية كالتالي: نوع المظلة ABC هو مثلث متساوي الساقين. وهنا نكون قد أكملنا الجزء الأول. الجزء الثاني الذي هو عبارة عن وضعية إدماجية. بمناسبة يوم المعلم قررت أروى شراء هدية لأستاذتها تقديرا وعرفانا لها، فكانت تدخر مبلغا قدره 37 دينار جزائري من مصروفها اليومي لهذا الغرض. ما هو المبلغ الذي جمعته أروى خلال 25 يوم؟ نقوم كتابة المعطيات على حدة. في اليوم الواحد أروى تدخر
37 دينار جزائري، أي في 25 يوم تكون الرواق قد جمعت. هنا نقوم بالعملية الحسابية التالية: 37 في 25 يوم، أي تكون الناتج 925 دينار جزائري، أي في 25 يوم تكون أرواح قد جمعت 925 دينار جزائري. هذا بالنسبة للسؤال الأول. اشترت أرواح الهدية ب 795 دينار جزائري وغلفتها بمبلغ قدره 10% من ثمن شرائها. احسب ثمن تغليف الهدية. نقوم بإنجاز العملية عموديا، أو يستنتج بالضرب في 10 وقسمة على 100، يكون 797 في 10 ثم نقسمها على 100، يكون الناتج 79.5 دينار جزائري، أي ثمن نقوم بشرحها. ثمن اشتراء الهدية هو 795 دينار جزائري، غلفتها بمبلغ قدره 10% من ثمن شرائها، أي لدينا 797 تقابل مجهول x، 10 100 تقابل 10، أي 797 في 10 على 100، تكون عملية حسابية كالتالي: أي ثمن تغليف الهدية هو 79.5 دينار جزائري. ما هي السؤال الثالث؟ ما هي تكلفة هذه الهدية؟ تكلفة الهدية نقوم بالعملية التالية: من تكلفة الهدية لدينا ثمن شراء الهدية 797 دينار جزائري، وثمن تغليف الهدية الذي كنا عرفناه مسبقا هو 79.5 دينار جزائري. إيه نقوم بالعملية أفقيا: 797 دينار زائد 79.5 تعطينا النتيجة 874.5. إذن تكلفة الهدية هو 874.5 دينار جزائري. وهنا نكون قد انتهينا من الجزء الثاني، الوضعية الإدماجية، ونكون أيضا قد انتهينا من حل البسيط لامتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2019. فحظ موفق للجميع.